وكالعادة دائما قناة النادي الأهلي في كل الأحداث، سواء كانت هذه الأحداث حزينة أو حتى كانت أحداث مفرحة وهي كثيرة الحمد لله، ولكن دايما بنكون مع مسؤوليننا، دايما بنكون معهم في أي مكان وفي أي شيء. الحقيقة طبعا النهاردة كان عزاء الأستاذ محمد توفيق والد الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، وحرصت قناة النادي الأهلي على التواجد في العزاء، وطبعا إنا لله وإنا إليه راجعون لكابتن أمير توفيق. هسيب حضراتكم مع العزاء ولقطات من وصول أو دخول الكابتن محمود الخطيب والأستاذ طارق أنديل وبقية اللي موجودين اللي كانوا موجودين في هذا العزاء، كابتن محمود أهو، ثم الكابتن طارق أنديل، ثم الأستاذ أعتقد الأستاذ جمال وجمال جبر، ومعاه بقية الأسماء المتواجدة في مع الأستاذ أو مع كابتن أمير توفيق. الكل الحقيقة كان متواجد في العزاء، والكل حرص أن هو يكون مع أمير، لأن أمير من الناس المحترمة الحقيقة، ودائما الحقيقة ما بنكون متواجدين في مثل هذه الظروف. كابتن محمود، الأستاذ طارق، زي ما حضراتكم شايفين الكابتن محمود الحقيقة أول امبارح في عزاء شقيقته، والنهاردة في عزاء والد كابتن أمير، ومع ذلك كل الأمور الحمد لله ماشية بشكل جيد جدا، وإن شاء الله قريبا جدا مرة تانية هو قريبا جدا جدا حضراتكم إن شاء الله تسمعوا أخبار جيدة. كابتن سيد معوض كان متواجد في العزاء أيضا، وإن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم على الرغم من كل هذه الظروف، ولكن الأمور ماشية بشكل جيد جدا جدا داخل النادي الأهلي وداخل التعاقدات. كابتن محمد فضل، كابتن حسام غالي أيضا موجودين في عزاء والد الكابتن أمير توفيق. الحقيقة دايما إحنا دايما لما بنيجي نتكلم بنقول عائلة النادي الأهلي، وعائلة النادي الأهلي دائما ما بتكون موجودة في زي ما قلت لحضراتكم في كل هذه المناسبات. العميد محمد مرجان نائب رئيس شركة استادات ورئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلاب والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي متواجد أهو في العزاء، والأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم الحقيقة الكل دائما ما يكون متواجد في مثل هذه الظروف. الأستاذ والمهندس هشام سعيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق أيضا متواجد في العزاء، الكل الحقيقة بيكون متواجد في مثل هذه الأحداث. بقاء الدوام لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.